السلام عليكم، معكم نادية، مدربة تنمية ذاتية دولية ومعالجة بالطاقة ومبرمجة لغوية عصبية تخصص صدمات. اليوم سوف أهديكم جلسة تنظيف الشاكرات وإزالة العوائق لتحقيق الأهداف. هذه الجلسة تعلي الطاقة والوعي، ويمكن لأي شخص الاستفادة منها. شروط الجلسة: لباس فضفاض، عدم الإزعاج، وغلق الباب عليك ولا تفتح حتى تنتهي الجلسة. إضاءة خافتة، وإذا أردت استعمال الشموع يكون أفضل. سنبدأ الجلسة على بركة الله. أغمض عينيك، تنفس بعمق، استنشق الهواء من الأنف إلى أن تمتلئ بطنك بالهواء. احبس أنفاسك لمدة 5 ثواني وزفير من الفم. أعدها عدة مرات إلى أن تدخل في حالة استرخاء تام. شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق. مع كل زفير استخرج أي طاقة سلبية توجد بجسدك، وكأنها هواء أسود. شهيق، زفير، شهيق بعمق، زفير، شهيق، زفير. مع كل شهيق تحس بالسرخاء. زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. اعطي أمرا لجسمك بأن يسترخي. اعطي أمرا بيدك أن تسترخي. إنك تحس بثقل يديك بكثرة الاسترخاء. تحس بطاقة الاسترخاء تسري إلى رجليك، وتحس بثقلهما. أعطي أمرا لعمودك الفقري أن يسترخي. تحس بطاقة الاسترخاء تسري في عينيك ولا تستطيع فتحهما بكثرة الاسترخاء. اعطي أمرا لعضلات وجهك بالاسترخاء. تسري الطاقة إلى أذنيك وتحس أنهما مسترخيتان كذلك. كل عضلات وجهك وجسدك الآن في حالة استرخاء. أنت الآن دخلت في مرحلة استرخاء تام.
تخيل أنك تلبس ملابس رائعة باللون الذي تفضله، ملابس مريحة وأنيقة جدا. تخيل نفسك أنك تطير في السماء، وتطير وترتفع وترتفع إلى أن تخترق السحاب الأبيض وتخرج منه بسرعة هائلة. تشعر بالسعادة الفائقة، وجهك يبتسم الآن من كثرة استمتاعك بالتجربة، وأنت تطير وتطير رأيت غابة كبيرة وشلالات رائعة. فبدأت النزول ببطء ببطء، تنزل وتنزل إلى أن لمست رجليك الأرض. أنت ترى الآن جميع أنواع الزهور والطيور، والماء يتدفق من الشلالات. أنت الآن تقترب من بحيرة، وتغطس رجليك في الماء. وتمشي تمشي حتى بدأت بالسباحة اتجاه الشلال. فدخلت تحت الشلال والمياه تسقط على رأسك وهي دافئة، وأنت الآن منتعش وتحس أنك تغتسل من الذنوب، ونور أبيض ينزل من عند الله من فوق السماوات السبع. ينزل ليعطيك الطاقة إلى جميع شاكراتك، وكأن ذلك النور يخترق شاكرا التاج التي بالرأس، وتشع باللون الأبيض، وأنت تقول: أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. والنور الأبيض يشع من رأسك، ويتسلل النور إلى شاكرا العين الثالثة التي توجد وسط الجبهة، وهي الآن تشع باللون البنفسجي الساطع، وتقول: يا حكيم، ارزقني الحكمة، يا حكيم، ارزقني الحكمة، يا حكيم، ارزقني الحكمة. ويتسلل النور إلى شاكرا الحلق، وتشع باللون الأزرق، وأنت تقول: يا سميع، هب لي ملكة التأثير في الناس، والثقة بالنفس أمام الآخرين. يا سميع، هب لي
ملكة التأثير في الناس، والثقة بالنفس أمام الآخرين. والنور يتسلل إلى شاكرا القلب وتشع باللون الأخضر. وتقول يا رحيم ارحمني وارزقني الحب والرحمة في قلبي وفي قلوب الآخرين. يا رحيم ارزقني السلام الداخلي أنا وكل من أحب. يتسلل النور إلى شاكرا البطن وهي تشع باللون الأصفر. يا حكيم ألهمني الحكم على أموري الدينية والدنيوية بصورة ترضيك. يا حكيم ألهمني الحكم على أموري الدينية والدنيوية بصورة ترضيك، ومكنني من التحكم بحياتي وتوازني العاطفي. يتسلل النور إلى شاكرا الحوض أسفل السرة بقليل، تشع باللون البرتقالي. وتقول يا بديع يا غفور يا رؤوف يا ودود، من علي من كل صفاتك وألف بيني وبين شريك حياتي. واجمع بيننا بالخير. يتسلل النور إلى شاكرا الجذر في آخر فقرة في العمود الفقري، وهي تشع الآن باللون الأحمر. يا مالك الملك، يا غني، يا مغني، يا رزاق، يا ذو الجلال والإكرام، ارزقني من خزائنك الملأة واغنني من حيث لا أحتسب ومن حيث أحتسب، وأكرمني فإنك أنت الكريم الرحيم. أسألك يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، أن تستجيب دعواتنا وتضرعاتنا وتغير حالنا من حال إلى أفضل الأحوال. الآن أخرج من البحيرة، اسبح إلى أن تصل إلى اليابسة، استلقي على الأرض لتتجفف بنور الشمس، وعندما تحس
أن جسدك قد تجفف؟ استعد للطيران إلى بيتك. الآن بدأت في الطيران. ورجعت إلى بيتك. ودخلت إلى فراشك الدافئ. عندما تكن مستعدا افتح عينيك. كانت معكم نونا من أكاديمية نونا كوتشينج لعلوم الطاقة والتنمية الذاتية. السلام عليكم.